بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بكم في لقاء جديد لندرس مع بعض إنجيل القديس لوقا. والنهاردة بنعمة ربنا هنكمل دراستنا في الإصحاح الخامس، وهناخد موضوع شفاء الأبرص. حابب أبتدي بترنيمة من الترانيم اللي فيها روح الصلاة وفيها طلبات جميلة كده، نطلبها سوا ونصلي بيها مع بعض سوا. يا إلهي كيف أقرب للمثول بين يديك، ها أنا الخاطئ جئت بنجاستي إليك. يا إلهي اغسل فؤادي بالدم الزاكي الكريم، يا إلهي اغسل فؤادي بالدم الزاكي الكريم، واكسني رداء بر واقبل الخاطي الأثيم. يا إلهي قد ضللت في الصحاري والقفار، ليس من يرشد خطايا فاهدني أنت يا بار. قدني ربي في الدروب بعمود من سحاب، قدني ربي في الدروب بعمود من سحاب، وعمود النور يشرق إذا ما النهار غاب. يا إلهي افطم حواسي من تعلقاتها، واصلب النفس لتحيا أنت في بموتها، فأعيش لا لذاتي أو أتمم شهوتي، فأعيش لا لذاتي أو أتمم شهوتي، بل لك أحيا دواما خادما لسيدي. يا إلهي احفظ لساني من إدانة الآخرين، واحفظ العين يا ربي طاهرة في كل حين، واحفظ عن قلبي نقيا عالدوام مكرسا، واحفظ عن قلبي نقيا عالدوام مكرسا، واحفظ فكري وذهني من الشرور مقدسا. يا إلهي اكسر غروري كبرياء نفسي الدفين، حتى أسلك بالتضاع وانسحاق كل حين، وأتمم خلاصي والقداسة في خوفك، وأتمم خلاصي
خلاصي والقداس في خوفك كل قوة في نفسي فضلها من عندك يا إلهي أدخلني حالا في سحاب القديسين وفي نهر للسباحة عبرني يا معين إلى أعماق المياه زاد شوقي والحنين إلى أعماق المياه زاد شوقي والحنين لا اكتفاء لي بماء الكعب أو للحقوين يا إلهي اسمع صلاتي واستجب تضرعي أشكرك أنك أزلت كربتي وأدمعي هللويا قد أجبني وهو الآن قريب هللويا قد أجبني وهو الآن قريب فالسرور عم نفسي إذ دنا مني الحبيب يا ربنا الحبيب يسوع المسيح من كل قلوبنا نشكرك لأنك ربي دخلتنا جوة دايرة محبتك أنت صاحب المبادرة أنت يا ربي اللي اخترتنا مش بس إحنا اللي اخترناك أنت اخترتنا أولا وأحببتنا أولا ودعتنا هذه الدعوة المقدسة عشان نكون أعضاء في ملكوتك أعطتنا شريعة العهد الجديد محبتك وسلامك وخلتنا يا ربي ننشر الحب ده والسلام نتغني منك يا رب ونقدم للكل ادينا يا ربي ان احنا نكون زي ما انت عايزنا كما يحق للدعوة التي دعتنا بيها ان احنا نكون سفراء ليك يا ربي في وسط العالم ونكون مقدسين ليك يا رب نشهد ليك يا ربي بحياتنا ونشهد ليك يا ربي بكل طاقتنا بكل كلمة كل موهبة وكل عمل باركنا يا ربي افتح أذهاننا علشان نستمتع بكلامك المحيي يا رب ونفرح بي يا رب ويدخل ويسكن فينا ادينا نعمة يا رب ان احنا تكون حياتنا مؤسسة على كلمتك تكون مؤسسة على الصخر قدس حياتنا كلها ليك يا رب واستخدمنا اذكر كنيسة اذكر شعبك وأولادك في كل مكان اذكر يا رب إنك تكمل كل ما ينقص فينا وتكمل عملك يا رب العظيم في الكنيسة من أجل خلاص نفوس كثيرة ومن أجل خلاص العالم كله باركنا يا ربي وبارك شعبك في كل مكان لكل المجد والكرامة إلى الأبد أمين بنعمة ربنا النهاردة هنكمل مع بعض دراستنا في إنجيل القديس لوقا وخدنا المرة اللي فاتت بداية الإصحاح الخامس وكان معجزة صيد السمك الكتير والنهاردة هناخد الأبرص وشفاء الحقيقة المعجزة دي معجزة صغيرة كده جت في ذكرها القديس لوقا وذكرها القديس ماري مرقس وذكرها القديس متى برضو وواخدة هنا يعني من عدد 12 لحد عدد 15 احنا هناخد من 12 ل 16 بيقول وكان في احدى المدن فاذا كان السيد المسيح يعني في احدى المدن موجود فاذا رجل مملوء برصا فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب اليه قائلا يا سيد ان اردت
تقدر أن تطهرني؟ فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. وللوقت ذهب عنه البرص. فأوصاه أن لا يقول لأحد، بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. فذاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم. وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. والمجد لله دائما أبديا أمين. زي ما قلت، المعجزة دي ذكرت في الثلاث أناجيل الإزائية. إحنا ده تعبير الأناجيل الإزائية، يعني ده تعبير أو مصطلح دايما يقولوا للدارسين، اللي هم الثلاث أناجيل اللي ممكن يتحطوا إزاء بعض، يعني متشابهين إلى حد كبير بينهم وبين بعض. إنجيل القديس متى وإنجيل القديس مرقس وإنجيل القديس لوقا بنسميهم الثلاث أناجيل الإزائية. هم اتكتبوا في توقيت متقارب، وفي بداية الستينات، يعني مثلا إنجيل مرقس في حدود 61-62، وإنجيل متى في حدود برضو 63-64، وإنجيل لوقا حدود سنة 65. وبعديهم بمدة طويلة، يمكن بثلاثين سنة، اتكتب إنجيل يوحنا. وطبعا له الطابع بتاعه بقى، إن كانت بقية الأناجيل منتشرة في أيدين المؤمنين، فقديس يوحنا ركز على لاهوت المسيح وركز على بعض المعجزات بعينها بتفاصيل وبأحاديث مطولة اللي قالها السيد المسيح. فعشان كده بنسمي الثلاث أناجيل الأولانية الأناجيل الإزائية، يعني المتشابهة أو اللي ممكن تتحط في مقابل بعضها البعض. أما إنجيل يوحنا فحاجة مستوى تاني، أو فكرته والهدف بتاعه. كان القديس يوحنا خلاص شايف الأناجيل الموجودة، فلما كتب ما حبش يكرر. يمكن مش هنلاقي حاجات كتيرة متكررة، غير يمكن أحداث الصلب والقيامة، وبرضو معجزة واحدة اللي هي معجزة إشباع الجموع هي اللي كررها، وكان له هدف عشان يبني عليها موضوع تقديم السيد المسيح جسده ودمه كخبز حي نازل من السماء، لكن ما كررش الحاجات التانية. فالمعجزة دي موجودة في الثلاث أناجيل الإزائية، وربنا يسوع في إبرازه لقدرته على التطهير وبالذات للأبرص، فده بيعلن لنا قدرته على تطهير البشرية كلها من مرض الخطية. يعني بيقول كده انه ايه، لمسه، مد يده ولمسه. لمسة المسيح للأبرص هي لمسة الله للبشرية بالتجسد. دايما لما نلاقي في العهد القديم مثلا كلمة مد يده، دي إشارة للتجسد، إن ربنا بيمد إيده علشان يعين العالم وينتشل الخروف الضال وينتشل البشرية من الموت والفساد. فمد يده ولمسه يعني بيظهر فيها قدرته على تطهير البشرية بتلامسه معها بالتجسد. هنا بيوصفه بيقول رجل مملوء برصا، مملوء برصا يعني حالته صعبة خالص. ده طبعا وصف طبي في اليوناني، بليريس ليبروس. ليبروس احنا عارفين بالانجليزي يعني البرص، ليبروسي يعني البرص، لكن بليريس يعني لما مثلا نقول ايه، السماء والارض مملوءتان من مجدك الاقدس، واحنا بنقول تسبيحة السيرافيم والشاروبيم في القداس، بليريس يعني مليان من كل ناحية، المرض مسيطر عليه من كل ناحية، شيء صعب جدا. والمرض ده ما كانش له علاج، لا له دواء ولا له علاج خالص. فاللي بيمرض بيه صعب جدا انه يخف، عايز معجزة. عشان كده الشفاء من البرص كان كأنه إقامة من الأموات. يعني الشفاء من البرص ده حياة جديدة، إقامة من الأموات. وشفنا مثلا في العهد القديم واحد زي نعمان السورياني اللي كان مصاب بالبرص، يعني عمل ايه عشان يخف؟ حاجة للأسف بتبقى ملهاش اي شفاء وما بتتحسنش مع الوقت، بالعكس بتزداد سوءا. غير طبعا ان هما بيبقوا ايه،
معزولين بره البلد. هنلاقي برضو المعجزة دي في بداية خدمة السيد المسيح، في البدايات كأنها كده بتعلن عن إشراق عهد المسيح والعصر الجديد والعهد الجديد بتاع المسيح الشافي والمخلص. الراجل الحقيقة لما بيقول له إن أردت تقدر أن تطهرني، إن أردت، لو سمحت، إن كنت تريد، الراجل بيستعمل أقصى درجات اللطف والأدب في الحديث، يعني أقصى درجات الرقة في السؤال والاستعطاف للسيد المسيح، وكأنه في حالة مذلة كبيرة، لكن عنده إيمان، إيمان إنه السيد المسيح ده قادر ولكن محتاج إرادته بس. أنا عارف إنك قادر، بس لو تريد هتقدر، لو أنت عايز هتطهرني. طبعا هو الرجل فاهم إن مرضه ده عديم الشفاء بأي وسيلة بشرية أو أي وسيلة طبية. هنلاحظ على طول استجابة السيد المسيح فورية وبلمسة شفاء، وكأنها قوة بتخرج من جسد المسيح تدخل في جسد هذا المريض علشان تشفيه، تحييه، تجدد كل ما تلف فيه، لأنه في حاجات كتيرة تالفة في جسده بهذا المرض الصعب، فبيجدد كل حاجة، وتدي له اللمسة دي تدي له قوة وتدي له صحة. ولكن السيد المسيح ما اكتفاش باللمسة، لكن رد برضو على سؤاله الرقيق بكلمة، قال له أريد فطهر، أريد، وكأنه يعني بيعزيه وبيظهر له تقديره لطريقته في الكلام. فدايما احنا لما نطلب من المسيح كده بلطف وبأدب وبخشوع وبتذلل، دايما يرد علينا، ويرد علينا رد حلو كده مريح، أريد، مدام انت عايز إرادتي حاضر، أريد فطهر. طبعا التطهير هنا بيشمل كل حاجة، تجديد كامل، شفاء وخلاص وغفران خطايا، تطهير، تطهير كامل. وبعدين بيقول هنا انه اوصاه انه ما يقولش لحد، ولكن امضي واري نفسك للكاهن. وهنا يعني اري نفسك للكاهن يعني كمل طقس التطهير المطلوب منك، ركز انك تاخد شهادة من الكاهن انه يفحصك تماما ويفحص جسدك وتاخد منه شهادة وتقدم الطقس بتاع التطهير. وطقس التطهير ده النهاردة احنا هنعود مشغولين بيه شوية. قديس كيرلس الكبير بيشرحه بشكل بديع، انا ما شفتش في اباء الكنيسة حد بيشرح طقس التطهير الابرص زي القديس كيرلس الكبير. حاجة مفرحة جدا هناخدها مع بعض دلوقتي. لكن هو طبعا بيعمل الطقس ده ويقدم ذبيحة وياخد الايه الشهادة من الكاهن انه خلاص. وطب ليه ما تقولش لحد؟ قد يكون لانه يمكن السيد المسيح مش عايز الناس تزاحم عليه ويحصروه، وهو عايز يخدم في اكتر من مكان وعايز يتحرك ويروح يزور القرى المحيطة. وقد يكون بسبب انه ما جاش الوقت انه هو يعلن عن نفسه، ولكن عايز يمهد الاول الناس بالتدريج. وقد يكون انه في خدمة كبيرة لسه مطلوبة منه، وعمل تعليمي وتلمذة هتاخد وقت قبل ما نوصل للصليب، لكن لما هو هيقول ممكن يهيج بعض الناس ضد السيد المسيح، وهم كانوا أصلا يعني زي ما هنشوف يعني بدأوا يتحرشوا وبدأوا يدوروا على حاجة عشان يشتكوا عليه، وبدأوا ما يعجبهمش بالذات الكتبة والفريسيين ما يعجبهمش طريقته ولا أسلوبه. وشفنا أهل الناصرة كانوا عايزين يرموه من فوق الجبل. فهو السيد المسيح ما كانش مستعجل على الصليب، عايز يكمل الخدمة بتاعته
والتعليم وتلمذة الآباء الرسل علشان خاطر كل حاجة تاخد وقتها. عشان كده قال له ما تقولش، ولكن بيقول فذاع الخبر عنه أكثر. طيب إزاي؟ ذاع الخبر لأن الراجل كان معجزة متحركة، ما هو عمل الله لا يمكن يختفي. الراجل ده كان معجزة متحركة، إزاي الراجل ده يخف؟ إزاي الراجل ده بقى طبيعي ورجع يختلط بالناس؟ فدايما الناس لما بتشوف تغيير جوهري في حياتنا هو ده أقوى شهادة لعمل المسيح فينا، أقوى شهادة إنه يشوفوا تغيير جوهري في حياتنا، يشوفوا اتجاهاتنا اتغيرت، يشوفوا فكرنا، كلامنا، طريقتنا، أعمالنا، كل حاجة اتغيرت شكلا وموضوعا. فدي أكبر شهادة وأعظم شهادة لعمل المسيح ولقدرته على التغيير ولخلاصه اللي بيشتغل في حياتنا. القديس أمبروسيوس ده زي ما قلت كان أسقف ميلان في القرن الرابع، عاش من 340 ل 397. بيقول تأمل لطيف، بيقول لم يطهر الرب أبرصا واحدا، بل جميع الذين قال لهم أنتم أنقياء الآن لسبب الكلام الذي كلمتكم به. دي في يوحنا 15:2، أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. عايز تقول لنا إيه يا قديس أمبروسيوس؟ بيقول إن كان تطهير الأبرص قد تم بكلمة الرب، فإن احتقار كلمة الرب هو البرص الذي يصيب الروح. يعني هو مش بس طهر أبرص واحد، لا ده كل الناس اللي بتسمع كلامه بتتطهر وتتنقى وتتجدد، وكل حاجة كانت تالفة فيها ترجع تحيا من جديد. كلمة ربنا محيية ومنقية، روح وحياة، ففيها تقديس وفيها تطهير. فمش بس طهر الأبرص، لكن كل إنسان بيسمع كلام ربنا بيتطهر ويتقدس. طب واللي يرفض كلام ربنا ده يفضل في الإيه؟ في البرص. يقول احتقار كلمة الرب هو البرص الذي يصيب الروح. الناس اللي تتعالى على كلمة ربنا يقول لك أنا مش محتاج، وهسمع إيه وهيقول إيه يعني، وكلام وناس مش عاجبها كلام ربنا يا عيني، لأنه عايشين في ظلمة ومش مدركين النعمة اللي احنا فيها. فاللي يحتقر كلام ربنا ده هو ده البرص اللي بيصيب الروح، لكن تطهير حياتنا دايما يبقى بكلمة ربنا. تعالوا نشوف بقى القديس كيرلس الكبير بيتكلم ازاي عن الموضوع بتاع تطهير الأبرص. احنا لازم نبقى فاهمين انه كل الشرائع بتاعت العهد القديم كان فيها رموز جميلة جدا، وكل الأحداث حتى بتاعت العهد القديم كان فيها معاني جميلة. لما نقرأ العهد القديم لازم نقرأه بعينين العهد الجديد، بالروح اللي فينا، فبنور الروح اللي فينا نقدر نفهم. هناخد نموذج النهاردة، نموذج بديع جدا. بيقول إيه الأول؟ بيقول القديس كيرلس إيمان الرجل الذي اقترب من يسوع يستحق كل مديح. ده كده في البداية، إنه عنده إيمان ويروح يقرب من المسيح، ده إيمان يستحق كل مديح، لأنه يشهد أن عمانوئيل يستطيع أن يتمم كل الأشياء بنجاح ويسعى للحصول على الشفاء بأمر إلهي منه، رغم أنه يعلم أن مرضه كان عديم الشفاء. زي ما قلنا هو عارف أن مرضه ده مش ممكن يخف بأي وسيلة طبية من أي نوع، لكن هو عنده إيمان أن عمانوئيل هو اللي هيشفيه، لأن البرص كانت تعجز أمامه مهارة الأطباء. ولكنه يقول في نفسه، يعني الرجل الأبرص هو القديس كيرلس بيشوف بيدخل كده جواه وبيشوف الإيه، المشاعر اللي كانت جواه والأفكار اللي جواه وهو بيقرب من المسيح. فبيقول إيه؟ بيقول إني أرى الشياطين النجسة
تطرد بسلطان إلهي. يعني الراجل شايف الشياطين النجس دي بتطرد بسلطان إلهي، مش سلطان عادي. وأرى آخرين يطلقون أحرارا من أمراضهم، وأدرك أن مثل هذه الأشياء تتم بقوة إلهية لا تقهر. وإني أرى أيضا أنه صالح ومستعد تماما أن يعطف على أولئك الذين يأتون إليه، لذلك فما الذي يمنع أن يشفق علي أنا أيضا؟ يعني إذا كان هو ما بيكسفش حد، بيتحنن على كل اللي بيروحوا له، فإيه المانع أن هو يشفق علي أنا أيضا ويشفيني؟ وما هو جواب المسيح؟ ده قديس كيرلس كبير بيكمل يعني. وما هو جواب المسيح؟ إنه يدعم إيمانه، إيمان الرجل ده يعني، ويعطيه تأكيدا كاملا لإيمانه، فإنه يقبل طلبه ويعلن أنه يستطيع بقوله أريد فأطهر. يعلن أنه يستطيع وبيقول له أريد فأطهر، كما يمنح أيضا لمسة يده القدوسة والكلية القدرة. يديله لمسة من يده القدوسة والكلية القدرة، وفي الحال تركه البرص وانتهت معاناته. تعالوا واشتركوا معي في التعجب من المسيح، إنه بذلك يعمل في نفس الوقت بقوة إلهية وجسدية معا. قديس كيرلس بيتأمل في اللمسة، بيقول إنه مش بس عطاله قوة إلهية، لا، ده اتلامس مع جسده، عطاله لمسة إلهية واتلامس معاه. فقوة إلهية وجسدية، يعني بالطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، الجسد اللي لمسه بيه. فإنه يريد، هذا فعل إلهي، لما يقول أريد ده فعل إلهي، كما أراد بالنسبة لكل شيء أن يوجد، زي ما خلق العالم كله. ولكن أن يمد يده فهذا فعل بشري، مد إيده كده ويلمسه، ده بالجسد. فالمسيح يعرف بأنه واحد من اثنين، كما هو مكتوب الكلمة صار جسدا. واحد من اثنين يعني شخص واحد، من طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية، من لاهوت ومن ناسوت، لاهوت كامل وناسوت كامل في شخص واحد، واحد من اثنين. بعد كده بيقول إيه القديس كيرلس؟ المسيح يوصيه ألا يقول لأحد. لماذا؟ تعالوا نشوف القديس كيرلس بيعلق على دي بيقول إيه. بيقول لكي يتعلم أولئك الذين ينالون من الله موهبة الشفاء ألا يتطلعوا إلى مدح أولئك الذين شفوهم. يعني لما يكون واحد ربنا عطيله موهبة بيصلي من أجل شفاء الناس وبيشفوا، يقول لهم ما تقعدوش تقولوا، ما يقعدش بقى إيه يستنى منهم المدح. فبيقول يتعلم، لكي يتعلم أولئك الذين ينالون من الله موهبة الشفاء ألا يتطلعوا إلى مدح أولئك الذين شفوهم، ولا إلى أي مدح من أي إنسان، لئلا يسقطوا فريسة للكبرياء الذي هو أردأ جميع الرذائل. هذه فكرة لطيفة من القديس كيرلس، ليه بيقول له كده؟ وهو يأمر عن قصد أن يقدم للكهنة التقدمة حسب ناموس موسى، لأنه كان يرغب في الحقيقة أن يبطل الظل ويحول الرموز إلى عبادة روحية. هو عايز بيقوله كمل الناموس، لأن الناموس ده هو الظل، لكن يبطل الظل ويحول الرموز إلى عبادة روحية. تعالوا بقى نشوف إزاي هو بيشرح شريعة تطهير الأبرص في العهد القديم وتطبيقها علينا في العهد الجديد. يقول كان من الضروري أن يقتنعوا بواسطة الحقائق الفعلية أن مستوى موسى أقل من مجد المسيح، لأن موسى كان أمينا كخادم في بيته، أما المسيح فكابن في بيت على بيت أبيه. دي طبعا جت في عبرانيين 3:5. إذن فمن هذا الشفاء للأبرص يمكننا أن نرى بوضوح تام أن المسيح يفوق ناموس موسى بما لا يقارن.
وبعدين هيدي كده حاجة في السكة. حصلت حادثة، حصلت في العهد القديم، فمرة كان في حد أبرص وموسى عايز الأبرص ده يشفى. طب يعمل إيه؟ قعد يصلي ويطلب، في حين أن السيد المسيح عشان يشفي الأبرص بكلمة وبإرادته وبلمسة منه مش محتاج يصلي. فبيقول إيه؟ بيقول مريم أخت موسى هي نفسها ضربت بالبرص لأنها تكلمت ضده. ده في سفر العدد إصحاح 12. وموسى تألم جدا بسبب إصابتها، ولأنه لم يكن في مقدوره أن يزيل المرض من أخته، فإنه سقط بوجهه أمام الله قائلا: أتوسل إليك اللهم اشفها. فلاحظوا هذا إذن، أنه أولا كان هناك توسل، لقد سعى بالصلاة أن يحصل على رحمة من فوق، أما مخلص الكل فتكلم بسلطان إلهي: أريد فاطهر. لذلك فإن نزع البرص كان شهادة للكهنة علشان يعرفوا أنه كان مناسبا جدا، بل ومناسبا جدا أن يعتبر موسى بتقدير كخادم للشريعة وخادم للنعمة التي تكلم بها ملائكة. ولكن تقديرنا لعمانوئيل يجب أن يفوق جدا تقديرنا لموسى، وكذلك المجد الذي ينبغي أن نعطيه له كابن الله الآب، علشان الكل يعرف مستوى المسيح مقارنة بمستوى موسى. وكل من يريد أن يرى يمكنه أن يرى سر المسيح العميق، لأن ناموس موسى يعلن أن الأبرص نجس ويأمر أن يخرج خارج المحلة كنجس، ولكن إن زال المرض منه فإن الناموس يأمر بالسماح للمريض بدخول المحلة، المحلة اللي هي وسط الجماعة. ده تعبير مشهور في العهد القديم، مجموعة الشعب بيسموا المكان اللي هما فيه المحلة. فبالإضافة إلى ذلك فإن الناموس يحدد بوضوح الطريقة التي تعلن بها طهارة الأبرص، فيقول، شوفوا بقى الطريقة دي مكتوبة في سفر اللاويين إصحاح 14 من 1 ل 7، إصحاح 14 من 1 ل 7. بيقول إيه؟ بيقول: هذه تكون شريعة الأبرص يوم تطهيره، يؤتى به إلى الكاهن ويخرج الكاهن إلى خارج المحل، فإن رأى الكاهن وإذا ضربة البرص قد برئت من الأبرص يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران، يجيب عصفورين حيين طاهرين، ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، يعني يذبح العصفور كده في إناء خزف ويتصب عليه مية جارية كده في الإناء ده، يبقى الدم فيه مية، ويرش على المتطهر من البرص 7 مرات فيطهره، ياخده من الدم ده، من دم العصفور بالمية، ويترش على الرجل اللي كان أبرص وتطهر، يترش عليه 7 مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء. أنا نسيت سطر. بيقول الأول يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي، أما العصفور الحي فإنه يغمسه في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، يعني العصفور الحي كده ده يتغمس في دم العصفور اللي اتذبح، ويرش على المتطهر، يعني العصفور الحي هو ده اللي اتغمس بدم العصفور اللي اتذبح، ويترش بيه على الايه؟ على الراجل المتطهر من البرص 7 مرات فيطهره. العصفور الحي ده بدم العصفور اللي اتذبح يرش على الابرص، وبعد كده يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء. يعني ايه؟ تعالوا نشوف بقى الكلام الجميل. فالعصافير إذن عددها 2، وكلاهما بلا عيب أي طاهران، ده تفسير القديس كيرلس السكندري، وهي بلا لوم من جهة الشريعة العصافير دي، ويذبح أحدهما على الماء الحي
أما الآخر إذ ينجو من الذبح فإنه بعد ذلك يعمد في دم العصفور الذي ذبح ثم يطلق حرا. العصفور الثاني اللي ما اتذبحش يتعمد في دم العصفور الأول، سماها كده قديس كيرلس لما يغمسه كده في الدم، فقال ده بيتعمد في دم العصفور اللي ذبح ويطلق حي ويطلق حرا. هذا المثل إذن يمثل لنا السر العظيم والمكرم الذي لمخلصنا، لأن الكلمة كان من فوق أي من الآب من السماء، ولهذا السبب من المناسب جدا أن يقارن بطائر. يبقى الابن المتجسد اللي جاي من السماء ده، لأنه جاي من السماء فكويس أنه يبقى الرمز بتاعه طائر، يقارن بطائر. فرغم أنه نزل لأجل تدبير الخلاص ليأخذ شكلنا أي يأخذ صورة عبد، إلا أنه رغم ذلك كان من فوق. تمام، عشان كده قال أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق، وقال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء، دي قالها نيقوديموس في يوحنا 3. فكما قلت الآن حالا نرى المسيح متألما بالجسد حسب الكتب. كما قلت الآن حالا فإنه حينما حتى حينما صار جسدا أي إنسانا كاملا لم يكن أرضيا بل كان سماويا ويفوق الأشياء العالمية من جهة لاهوته. تمام، فيمكننا أن نرى إذن في العصفورين المقدمين في تطهير الأبرص، هنشوف إيه في العصفورين دول، الواحد بيتذبح والتاني بيتعمد في دم العصفور المذبوح ويطلق حرا بعد ما ينضح على الرجل اللي كان أبرص. يمكننا أن نرى المسيح متألما بالجسد حسب الكتب، ولكنه يظل متعاليا على الآلام. يعني هو متألم بالجسد ولكن هو فوق الآلام بلاهوته. نراه مائتا في طبيعته البشرية ولكنه حي بطبيعته الإلهية. عشان كده هنا حطت عصفورين، لأن عصفور واحد مش هيكفي تحقيق التشبيه بالكامل، فحط عصفورين، واحد بيتذبح ويموت والتاني بيطلق حر. فبيقول كده نرى المسيح متألما مائتا في طبيعته البشرية ولكنه حي بطبيعته الإلهية لأن الكلمة هو الحياة. فقد قال التلميذ الحكيم جدا مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. تلميذ الحكيم ده اللي هو بطرس الرسول، دايما لما كان يجيب سيرة بطرس أو بولس القديس كيرلس يقول الحكيم المبارك الإلهي، الإلهي يعني المتوشح بالله المتحد بالله. ولكن رغم أن الكلمة لا يمكن أن يقبل آلام الموت في طبيعته الخاصة، يعني بلاهوته مش ممكن يموت بلاهوته، إلا أنه ينسب إلى نفسه ما تألم به جسده، ينسب لنفسه لأنه هو شخص واحد المسيح، فبينسب لي أنه هو مات، مع أنه هو الكلمة الإلهي الذي لا يموت، لكن ما تم في جسده ينسب إلى الشخص المسيح كله على بعض. العصفور الحي اعتمد في دم العصفور الميت، وهكذا اصطبغ بالدم، وإذ صار مشتركا في الآلام، يعني هو عصفور حي لكن مصبوغ بدم العصفور الميت، فكأنه مشترك معاه في الآلام، زي اللاهوت متحد بالناسوت اللي تألم ومات. وإذ صار مشتركا في الآلام فإنه أطلق حرا في الصحراء إلى الصحراء، وهكذا أيضا رجع كلمة الله الوحيد إلى السماء مع الجسد الذي اتحد به. السيد المسيح داس الموت وقام من الأموات وصعد بنفس الجسد بتاعنا اللي خده من الستة العذراء بعد ما جددوا وأعطاه قوة الغلبة والقيامة، صعد بي وجلس بي ممجدا عن يمين الآب. فبيقول هكذا أيضا رجع كلمة الله الوحيد إلى السماء مع الجسد الذي اتحد به، وكأن العصفور انطلق تاني. وكان منظرا غريبا جدا في السماء، وجموع الملائكة دهشت حينما رأت ملك الأرض ورب القدرة مثلنا في الشكل لما تجسد، وقالوا
من ذا الآتي من آدوم؟ ويعنون بذلك الأرض، بثياب حمر من بصرة. دي نبوة شهيرة جدا وموجودة في إشعياء 63. من ذا الآتي من آدوم بثياب حمر من بصرة؟ آدوم ده اسم عيسو، وجاية من أديم الأرض، من تراب الأرض، فآدوم تعني الأرض. فهو بيقول إن النبوة دي كأنها لسان حال الملائكة والسمائيين وهم شايفين المسيح صاعد للسماء. من ذا بيقولوا كده باندهاش، من ذا الآتي من الأرض، من آدوم، من أديم الأرض، جاي من الأرض ولابس ثيابنا، لابس جسدنا زينا بالظبط، البشر المخلوقين. فبيقول الملائكة والخلائق السماوية مندهشين، جاي بيقولوا كده، من ذا الآتي من آدوم بثياب حمر من بصرة، ويعنون بذلك الأرض. وتفسير لفظة بصرة هو جسد، يعني جاي بجسد. ثم سألوه ما هذه الجروح في يديك؟ عندي واخدها برضو من نبوة زكريا. فأجاب هي التي جرحت بها في بيت أحبائي، زكريا 13:6. شوفوا التفسير، شوفوا الآباء بيفهموا العهد القديم إزاي. خد من اللاويين 14 وبعد كده ربط المعنى بتاع العصفورين الحي واللي بيتغمس في دم أو بيتعمد في دم العصفور المذبوح وبيطلق حرا، وكأنه السيد المسيح بعد ما تمم الفداء وتألم بالجسد انطلق بجسد القيامة وطلع، وبعدين الملائكة والخلائق السماوية بيستقبلوه باندهاش وبيقولوا من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة، اللي جاي من الأرض في الجسد بجسد وجاي من الأرض. وبعدين بيسألوه بيقولوا له ما هذه الجروح التي في وسط يديك؟ فبيقول لهم دي اللي أنا جرحت بها في بيت أحبائي. وتفضل علامات حب وعلامات جروحه لحد النهاردة في السماء موجودة، زي ما وراها للتلاميذ بعد القيامة، زي ما يوحنا الحبيب شافها في سفر الرؤيا، شاف المسيح كحمل قائم كأنه مذبوح، يعني شايف في أثار الجروح. فبيقولوا كده، ثم سألوه، وبيتصور أن النبوات دي كلها بيفسرها القديس كيرلس أن دي الملائكة اللي بتقول للمسيح وهو صاعد، ما هذه الجروح في يديك؟ فأجاب هذه هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. فكما أنه بعد عودته إلى الحياة من الموت، حينما كشف بقصد حكيم يديه لتوما، أمره أن يلمس آثار المسامير والفتحة التي في جنبه، هكذا أيضا حينما وصل إلى السماء أعطى برهانا كاملا للملائكة القديسين أن إسرائيل قد طرد بعدل ولم يعد شعبه. دول جرحوني ورفضوني، فراح يقول للسمائيين كده، لهذا سبب أراهم ثيابه المصبوغة بالدم والجروح في يديه، ليس لأنه لا يستطيع أن يلاشي الجروح، لأنه حينما قام من الأموات أبطل الفساد وأبطل معه كل علاماته وصفاته. فساد أي ضعف أي جرح أي مرض، أبطل الحاجات دي كلها ويقدر يلاشي أثار الجروح دي، لكن هو سابها. لأنه حينما قام من الأموات أبطل الفساد وأبطل معه كل علاماته وصفاته، لذلك احتفظ بآثار الجروح لكي تعلن حكمة الله المتنوعة التي صنعها في المسيح، فتعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين بواسطة الكنيسة بحسب خطة الخلاص، علشان يكشف للسماء حكمته ويكشف حبه وتدابير خلاصه، خلاصه للبشر يكشفها، يكشفه للسمائيين لما يطلع لهم بجروحه وبآثار جروح. بعد كده يكمل كلام بقى جميل برضو جدا، يقول ولكن ربما يسأل أحد ويقول كيف تستطيع أن تؤكد أن يسوع المسيح هو نفسه الإب والرب والوحيد بينما هناك عصفوران قد قدم؟ يعني إذا كنت بتقول إن المسيح شخص واحد مش اتنين متصلين ببعض، زي ما نسطور قال إنه المسيح شخصين متصلين ببعض،
لا، احنا بنقول المسيح لاهوت وناسوت في حالة وحدة في شخص واحد. فبيقول بقى، بيحط التساؤل ده وبيشرحه وبيرد عليه. فمهم قوي ان احنا نفهم المعاني اللاهوتية من خلال كلمة ربنا. شوفوا آباءنا بيشرحوا لنا ازاي. بيقول القديس كيرلس بقى كده: ربما أحد يسأل، كيف تستطيع أن تؤكد أن يسوع المسيح هو نفسه الابن والرب والوحيد بينما هناك عصفوران قد قدم؟ ويضيف أيضا: ألا يوضح الناموس بهذا أنه يوجد ابنان ومسيحان؟ ابنان يعني ابن من ابن للعذراء وابن لله، دول متصلين ببعض لكن هما مش واحد. نعم، إن بعض الناس قد وصلوا إلى مثل هذه الهوة من عدم التقوى. عدم التقوى دي الترجمة العربية الوحيدة اللي الهادية اللي ممكن تترجم. ساعات الناس تترجمها الكفر، لكن احنا عشان كمسيحيين ما بنستعملش الكلمة دي، لكن فبيترجموها عدم التقوى، لكن هي ممكن تترجم الكفر. فبيعتبر ان دي هرطقة، فبس حاططها هنا في الترجمة يعني هادية شوية. هو من عدم التقوى بأن يفكروا وأن يقولوا أن كلمة الله الآب هو مسيح واحد بمفرده، وأن ذلك الذي جاء من نسل داود هو مسيح آخر. يبقى شخصيتين، شخصية بحسب الجسد من نسل داود، وشخصية اللي هي الابن الكلمة اللي هو ابن الله الكلمة. ولكننا نجيب أولئك الذين يتصورون بجهلهم الأمور هكذا بما كتبه بولس الإلهي. زي ما شوفوا الوصف هنا يوصف بولس أو بطرس، يقول لك الإلهي. هو ده التأله. التأله أن الإنسان يتحد بالله، الإنسان يتملي من نور الله ويتكلم كلام الله ويتصرف، لأن ربنا بيشتغل فيه وبيتكلم من خلاله. فبيقول بقى أرد عليهم، نرد عليهم ونشوف القديس بولس الرسول قال إيه. بما كتبه بولس الإلهي: رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. يبقى مش بيقول إن في اتنين، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. أفسس 4:5: لذلك وإن كانوا يؤكدون أنه يوجد ابنان، فبالضرورة يكون هناك ربان وإيمانان ومعموديتان. لذلك رغم أنه أي بولس يملك المسيح متكلما فيه كما يؤكد هو نفسه، فمع ذلك يصير تعليمه خاطئا. يعني كان بولس اللي المسيح بيتكلم من خلاله وبيتكلم فيه وبيعلمنا من خلاله كما يؤكد هو نفسه، يبقى ده تعليمه خاطئ بقى ولا إيه لما بيقول رب واحد وإيمان واحد معمودية واحدة؟ لكن هذا لا يمكن أن يكون بالمرة. لذلك فنحن نعترف برب واحد هو كلمة الله الوحيد المتجسد، غير فاصلين بين الناسوت واللاهوت، بل نؤكد بالخلاص أن كلمة الله الآب صار هو إنسانا في الوقت الذي فيه استمر إلها. صار إنسانا واستمر إلها، زي ما إحنا نتأله لكن إحنا نفضل بشر، فهو برضو صار إنسانا لكنه استمر إلها. ودي على فكرة بنقولها في ثيوتوكيت يوم الخميس. الناس اللي بتحب التسبحة، المرد بتاع ثيوتوكيت الخميس أكيد يبقوا عارفينه. بيقول: لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر، أتى وصار ابن بشر، ولكنه هو الإله الحقيقي، أتى وخلصنا. يبقى لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر، ولكنه هو الإله الحقيقي، أتى وخلصنا. فهو الإله الذي لا يزال إلها ولكنه صار بشرا واستمر إلها. وبعد ذلك لندع أصحاب الرأي المضاد أن يتكلموا قائلين: إن كان هناك ابنان، واحد من نسل داود والآخر منفصل عنه هو كلمة الله الآب، ألا يكون كلمة الله الآب أعلى في طبيعته من ذلك الذي جاء من نسل داود؟ فماذا نفعل إذن ونحن نرى العصفورين غير مختلفين في الطبيعة الواحد عن الآخر، زي بعض بالظبط، بل العكس، هما من نفس النوع ولا يختلفان في أي نقطة أحدهما عن الآخر.
ولكن هؤلاء لا يربحون شيئا بمجادلتهم هذه، لأنه يوجد فارق عظيم جدا بين اللاهوت والناسوت. طبعا احنا ما بنقولش ان اللاهوت يساوي الناسوت، ازاي يعني؟ الطبيعة الإلهية زي الطبيعة الإنسانية؟ لا طبعا. وحينما نشرح الأمثلة ينبغي أن نفهمها بحسب تشابهها المناسب، لأن الأمثلة قاصرة تماما عن مستوى الحق، يعني ده مجرد مثل مش هنطبقه في كل حاجة، وهي عادة تعطي توضيحا جزئيا للأشياء. الحتة دي مهمة، القديس كيرلس دايما لما يجي يشرح الأمثال، حتى أمثال السيد المسيح مثلا، لما نيجي على وكيل الظلم أو الغني ولعازر، القصص والأمثال اللي حكاها السيد المسيح، لما يجي القديس كيرلس يشرحها لنا هتلاقيه بيقول هو مش لازم ناخد المثل كله بالتفصيل وكأنه كله حقائق، لا احنا بناخد فكرة معينة فيه. فالأمثال هنا بيقول كده تعطي توضيحا جزئيا للأشياء التي تشير إليها. وفوق ذلك نقول أن الناموس كان نوعا من الظل والمثال، الناموس اللي هو يقصد به شريعة تطهير الأبرص بتاعة العصفورين، الناموس كان نوعا من الظل والمثال ورسما يضع الأشياء أمام عيني الناظرين. يعني إيه رسم؟ يعني في واحد كده بيتكلم بشخصه، وفي ممكن حد رسام يرسم صورة ليا، الرسم بيقرب لكن مش زي الشخص الطبيعي، بيقرب الفكرة بيقرب الصورة. فالرسم يضع الأشياء أمام عيني الناظرين، لكن في الفن التصويري تكون الظلال هي أساس الألوان، وحينما توضع درجات الألوان الساطعة على الظلال فحينئذ يلمع جمال الرسم. وبنفس الطريقة حيث أنه كان مناسبا لناموس موسى أن يخطط لسر المسيح بوضوح، فإن الناموس لا يظهر كميت وكحي في نفس العصفور الواحد، مش هينفع عصفور واحد يبقى ميت وحي في نفس الوقت، لئلا إذا حدث ذلك يكون له شكل شعوذة مسرحية، ولكنه أشار إليه كمتألم مذبوح في أحد العصفورين، وأظهر في العصفور الآخر المسيح كحي ومطلق حرا. يعني وضح في العصفورين الملامح بتاعة المسيح، إنه كمذبوح في أحد العصافير وكحي ومطلق حرا وقائم من الموت في العصفور الآخر. لكني سأحاول أن أبين أن ما أناقشه هنا لا يخرج عن حدود الاحتمال المعقول بواسطة قصة أخرى. شوفوا هيشرح حاجة لطيفة أوي، لأنه لو أراد أحد من جماعتنا أن يرى تاريخ إبراهيم موضحا في رسم، عايزين إيه؟ نشرح قصة أبونا إبراهيم في رسم، فكيف يرسمه الفنان؟ هل يرسمه وهو يعمل الأشياء مرة واحدة، أم أنه يرسمه في صور متتابعة وهو يعمل أعمالا مختلفة في عدة صور، رغم أن الذي يعمل كل الأعمال المختلفة هو شخص واحد؟ فأنا أعني أن يرسمه مثلا مرة وهو جالس على الحمار وإسحاق يسير مرافقا له والغلمان يتبعونه، ثم في مرة أخرى يرسم الحمار متروكا مع الغلمان وإسحاق يحمل الحطب وإبراهيم نفسه يحمل السكين والنار في يديه، وفي جزء آخر يرسم إبراهيم نفسه في موقف مختلف تماما، إذ يكون إسحاق مربوطا فوق الحطب وإبراهيم يمسك السكين بيده اليمنى مستعدا أن يذبحه. ولكن في كل هذه الرسوم، يعني أنا حط الفنان 3 مشاهد لإبراهيم ورسم إبراهيم 3 مرات، ولكن في كل هذه الرسوم لا يكون غير إبراهيم واحد، رغم أنه يمثل بأشكال مختلفة في الرسم، ولكنه هو واحد وهو نفس الشخص في كل الرسوم. إذ أن فن الرسام يتكيف بحسب ما تحتاج الأمور المطلوب توضيحها في الرسم، لأن من المستحيل أن نراه في رسم واحد يعمل جميع الأعمال المذكورة سابقا، مش ممكن في رسمة واحدة هيحط كل الحاجات دي. لذلك هكذا الناموس أيضا كان رسما ومثالا لحقائق آتية، ولذلك فرغم أنه كان هناك عصفوران، إلا أن الذي كان يشير إليه العصفوران هو واحد فقط، كمتألم وكحر من الألم، متألم بناسوت وحر من الألم بلاهوت، متألم في الصليب وحر في القيام، كمائت وكمن هو فوق الموت، وصاعد إلى السماء كبكورة ثانية للطبيعة البشرية المتحدة في عدم فساد.
لأنه صنع لنا طريقا جديدا إلى ما هو فوق، ونحن سنتبعه حينما يحين الوقت. فتح لنا السكة للسماء وصعد بطبيعتنا البشرية، هو الرأس وإحنا في الطريق سنتبعه حينما يحين الوقت. فذبح أحد العصفورين بينما العصفور الآخر يعتمد في دم المذبوح ويظل هو حرا من الذبح، كان هذا إشارة إلى ما سيحدث حقيقة، لأن المسيح مات لأجلنا، ونحن الذين اعتمدنا في موته قد خلصنا بدم نفسه. الله، معموديتنا احنا بنتعمد في دم المسيح. شوفوا الكلام الجميل، بنتعمد، بنموت معاه ونقوم معاه، وكأننا بنغتسل في دم المسيح. وزي ما حنانيا الرسول قال لشاول الترسوسي: قم واعتمد واغسل خطاياك. ازاي يعني؟ المعمودية دي مية عادية؟ لا، مش مية عادية، ده اللي بيدفن فيها ويقوم فيها ده بيتغسل في دم المسيح، ده بيعتمد في دم المسيح فينطلق حرا زي العصفور كده، لما تعمد في دم العصفور الثاني وانطلق حرا. فإشارة إلى أن ما سيحدث حقيقة أن المسيح مات لأجلنا، ونحن الذين اعتمدنا في موته قد خلصنا بدم نفسه، بدم المسيح يعني. حاجة جميلة خالص، القديس كيرلس هو بيشرح لنا الفكرة الجميلة دي. بعد كده الجزء اللي فاضل بيقول إنه كان في جموع كثيرة بييجوا يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم، أما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. كان مش بيفرح كتير إن الناس بتيجي، لكن كان دايما عامل حساب لوقت مخصوص يعتزل فيه، يعني مش عشان في شعبية كبيرة خلاص نتشغل طول وقتنا بالجموع، لا، ده نموذج جميل لينا. فلأن الصلاة بالنسبة لكل واحد فينا زي منفذ على السماء، منفذ للعزاء وللامتلاء وللاختلاء مع الله، منفذ يتجدد فينا الرجاء ويتجدد فينا، تتملي طبيعتنا وتتعبى بشحنات إلهية من الحب والنور. محتاجين الوقت ده، محتاجين هذا العذاء والعزاء والامتلاء في الاختلاء مع الله. القديس كبريانوس ده أسقف قرطاجنة، وكان في القرن الثالث، بيقول إيه؟ قرطاجنة اللي هي تونس حاليا، بيقول: إن كان الرب قد تعب وسهر وصلى من أجلنا ومن أجل خطايانا، فكان بالحري يلزمنا نحن أيضا أن نصلي على الدوام، نصلي ونتوسل إلى الرب نفسه وخلاله لنرضي الآب. لنا الرب يسوع إلهنا محام وشفيع من أجل خطايانا، إن كنا نتوب عن خطايانا الماضية ونعترف مدركين خطايانا التي عصينا بها الرب، وننشغل بالسلوك في طرقه ومخافة وصاياه. فصلاة المسيح دي أضيفت لينا كقوة لصلاتنا والامتلاء بها. تعليق سريع للقديس كيرلس الكبير على الجزء ده ازاي انه كان في ناس من كل حته بيقولوا، وكانت قوه الرب لشفائهم. يقول الانجيل ان قوه الرب كانت حاضره لشفائهم. هل استعار القوه من اخر؟ من الذي يتجاسر ان يقول هذا الكلام؟ انه بالحري الذي هو الذي كان يعمل بقوته الخاصه، كان يعمل كاله ورب وليس كشخص يشترك في النعمة الإلهية، مش زي شخص زينا إحنا بنشترك في النعمة الإلهية وناخد نصيب من النعمة، لا، ده هو دي قدرته وقوته ونعمته. لأن الناس في الحقيقة هم الناس، حتى بعد أن يحسبوا أهلا للمواهب الروحية، حتى بعد ما نشترك في النعمة الإلهية نفضل بشر، إلا أنه يتضح أحيانا أنهم ضعفاء، وذلك بحسب القياس المعروف لله أنه يوزع النعم الإلهية. أما في حالة مخلصنا كلنا فلم يكن هناك شيء من ذلك، فإن قوته للشفاء لم تكن قوة بشرية، بل هو قوة إلهية فائقة لا تقاوم.
قدرته دي قوة إلهية فائقة لا تقاوم، لأنه هو الله وهو ابن الله. المسيح وحده هو الذي يعلم، لأنه هو المعلم الحقيقي، وهو حكمة الآب، ده هو ينبوع النور والتعليم والمعرفة، هو حكمة الآب، لأن جميع الباقين يعلمون بمقدار ما ينالون منه. كل واحد فينا بياخد من ربنا ويعلم بمقدار حاجة بسيطة، لكن هو الحكمة كلها. ويقول الإنجيل أن قوة الرب كانت حاضرة لشفاء الكل، وهذا معناه أن قوته القادرة على الشفاء لم تكن بشرية بل قوة إلهية لا تضعف، يعني ما يجيش وقت إيه نسحب منها فتهبط تضعف، لا لا لا، النور لما ناخد منه يفضل يزيد ما ينقصش، هي هذه هي القوة الإلهية. لأن بقية القديسين ينالون قوة لعمل الشفاء في وقت معين، بينما في أوقات أخرى لا ينالون هذه القوة. أما يسوع فإذ هو الله وهو قوة الآب، فإنه شفى الجميع في كل الأوقات، ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، نشكرك لأنك أنت ينبوع التطهير، ينبوع الشفاء، ينبوع الخلاص. نشكرك لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. نشكرك يا رب لأن بدمك اغتسلنا وتقدسنا وتطهرنا. نشكرك لأنك عطتنا يا رب إن احنا نثبت فيك وأنت فينا، نتناول جسدك ودمك فنحيا بيك إلى الأبد. نشكرك يا رب لأنك متحنن وتريد أن تطهرنا، وكل من يطلب منك يا رب التطهير والخلاص، أنت قادر يا رب بقدرتك الإلهية أن تجدد حياته وتعطيه التطهير والخلاص والشفاء. قدس قلوبنا وحياتنا، اشفينا يا ربي من كل ضعف، من كل مرض، ومن كل آثار الخطية في حياتنا. باركنا يا ربي من أجل شفاعة أمنا الست العذراء، من أجل بركة كل مصاف قديسيك، واستجبنا عندما نصلي بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. سلام الرب يكون معكم.